من حيفا للبنان عيوني مرقت سيارة حمراء الله الله وهي سيارتك يا توتي يا عيوني وانا عرفتها من النمرة الله الله هي سيارة لتوتي يا عيوني عرفتها من النمرة الله الله هاي سيارة يا عيوني يا عيوني انا بحبك يا توتي الله الله من حيفا للبنان يا عيوني مرقت سيارة حمراء مرقت سيارة حمراء من حيفا لبغداد يا عيوني مرقت سيارة حمراء الله الله هاي سيارتك يا توتي يا عيوني مرقت سيارة حمراء الله الله من حيفا لمصر يا عيوني مرقت سيارة حمراء الله الله من حيفا لحلب يا عيوني من حيفا لغزة يا عيوني مرقت سيارة حمراء الله الله هاي سيارتك يا توتي يا عيوني انا عرفت من النمرة الله الله من حيفا لرام الله يا عيوني انا عرفت من النمرة الله الله انا من حيفا لرام الله مسدودي انا عن طريق الدربك كتير بستفيد تستفيد؟ اه من شو بتستفيد انت كل نهار ضغط 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 توتي عن طريق هاي الدربك ممكن نتعلم عن الساعة ونعرف قديش الساعة شو؟ اه عن الساعة؟ ونستفيد كيف يعني؟ تعالي شوفي تعالي تعالي شوفي ها شوفي كيف نستفيد من الدربك طيب شوفي طيب يلا يلا من حيفا لبيروت يا عيوني يا جماعة كيف دربكي صارت الساعة 12:05 ايه الساعة 12:05 سمعتي سمعتي يلا من حيفا لبغداد عيوني يا جماعة صارت الساعة 12:06 دقايق كيف دربكي 12:06 ايه ومن حيفا لبغداد عيوني الله الله هاي سيارتك يا توتي عيوني انا عرفتها من النورة الله الله اذا بتوقفوش دربكي راح اجيب لكم البوليس بوليس لكل أصدقائنا في العراق وكردستان العراق منحب ندعيكم على عرض فازي مازي توتي مع المندلينة والبطيخة اللي راح يصير بتاريخ 2-3 في بغداد و 3-3 في أربيل عشان تحصلوا على التذاكر أمامكم كل التفاصيل الحصول على التذاكر وإحنا منتظركم إلى اللقاء مرة واحدة وخلص راح نعمل حفلة بتحبونا؟ بتحبوا ضلكم تشوفونا؟ تنسوش تكبسوا على سبسكرايب مرة واحدة وخلاص